السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناة خديجة شحناي، قناتي وقناتكم وقناة كل الأحبة. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة نتمنى أنها تفيد بزاف ديال البنات ولا بزاف ديال الناس، وهي علاج أثار الحروق اللي كتكون في الدات اللي كيدوز عليها مدة طويلة. كانت عطاتها ليا واحد السيدة، نتوما كتعرفوا أن أنا عاطي الرقم ديالي في اليوتيوب في التعليقات، اللي بغا يتواصل معايا دائما كنقول أن اللي عندها شي وصفة مجربة وناجحة 100% تكون مجرباها هي بداتها تعطيها ليا، مرحبا بها. وانا حتى انا غنجربها وغادي نعطيها للناس. هاد الوصفه هادي جربتها واحد السيده من المتتبعات ديالي، كانت دارتها كان فيها اثر حرق في الدات ديالها، ودارت هاد الوصفه هادي من بعد ما سمعتها من الدكتور التازي اللي عطاه هو حتى هاد الوصفه. يقدر تكون داك الاثر واخا داز عليها مده طويله، هي قالت لك عن تجربه انها عالجت ليها الاثار ديال الحرق وعطاتها واحد النتيجه زوينه، ولا يكاد ديور البلاصه اللي تحرقات فيها. انا هذه الطريقه هذه غنعطيها لكم، نتمنى ان البنات اللي عندهم اثار حروق قديمه، وهذا ولي فكره يعني هذه الوصفه هذه مزيانه حتى النمش اللي كيكون في الوجه، لانني قريت عليها بزاف. النمش والاثار ديال الحروق ديال الشمس هي بصفه عامه زوينه، المكونات البسيطه اللي فيها زوينه للبشره، وانا بديت فعلا كنديرها الاثار الشمس، غير الشمس داك الكحوليه كتعطي الشمس، الضربات ديال الشمس في الصيف، وعطاتني واحد النتيجه زوينه في وقت سريع. نمروا شنو نحتاجوا ليها، نمروا الطريقه ديال التحضير وشنو غنحتاجوا ليها. وهاد السيده اللي فكره انها قالت لكم الا عطيتيها قولي طلبي من الناس فقط الرحمه ديال الوالدين، وانا عطيتها ليهم في سبيل الله، وطلبت فقط انها ترحموا لها بها الوالدين ديالها ويخلي لها ميمتها. المهم انا غنعطيكم جوج، هي فيها جوج المقادير اللي ساهلين متوفرين وموجودين في كل بيت، اللي ما كانش اللي هو خل التفاح فقط. هانتوما خل التفاح، وعندي هنايا الودعه هنايا مطحونه، انا خديتها عاديه دقيتها هنايا وغربلتها باش تعطيني هاد سميتو رقيقه، فهمتوا؟ ما تاخذوهاش مطحونه، ما تيش عارف واش فعلا هي ولا ماشي هي، اللهم تاخديها وطحنيها انتي على يديك. انا دقيتها فقط في المهراز وغربلتها، ها هي كتشوفوها الودعه. وكما قالت انا الدكتور التازي قال لهم راه اللي عنده اثار ديال الحرق واخا تيكون قديم راه هذا هو العلاج ديالو. المهم نبداو بالطريقه ديال التحضير ديالها. هي قالت لي كنديروا هذه الودعه في صحن وغنديروا عليه خل التفاح، ماشي حتى شي خل اخر، فقط خل التفاح. وباش غتعرفوا الودعه الحقيقيه هي كتفور، شفتوا البنات اللي غياخذوا ودعه مطحونه وما عرفتوش واش حقيقيه ولا لا، ما غاديش نعطيكم هذا التكسكيش. ها هي التكسكيش، سمعتوها؟ هانتوما راه كتبان لكم كطلع، هذه ودعه حقيقيه 100%. انا قلت لكم خديتها على يدي ودقيتها. بالنسبه للبنات اللي غيمشيو للسوق وياخذوها مدقوقه، الا ما دارتش لكم بحال هذا المفعول هذا راه عرفوها ماشي حقيقيه، راه مزيفه وراه كتحيد حتى النمش مع المداومه. النمش بالنسبه للبنات اللي يكون عندهم النمش في الوجه ولا في اليدين راه كتحيدو. انتم كتشوفوا راه باقي كتفور. صافي انا هنايا درت جوج معالق ديال الودعه، غنزيد ليهم خل التفاح، هي ثلاثه معالق ديال خل التفاح، وغنخليهم في شي قريعه ديال الزيت غنحطهم في الثلاجه. فعلا هانتوما لهاد الوصفه هذه ما غادي تخسر من حتى شي حاجه. طريقة ديال الاستعمال ديالها تبعوا معايا المراحل، الله يرحم والديكم. انتم كتشدوا البلاصه اللي كتكون فيها الحرقه كتغسليها مزيان وكتنقيها وكتنشفيها وكتمسحيه بهاد الخل هذا، كتشديه في البلاصه اللي كتكوني محروقه فيها اولا البلاصه اللي كتكون فيها عندك البهك اولا ماشي البهك هذا الكلف ولا النمش، راني حتى مزيان حتى الكلف النمش
وكتدهني وكتمشاي في الكوزينه، عا ما تخرجيش للشمس، كتمشاي في الدار ما تخرجيش للشمس، ممنوع هذا الغسل، ممنوع الشمس، احسن انك ديريها في الليل. بقيت تحسي بها هانتي غتكون نشفات، غتسني واحد الشويه غتنشف، ملي غتنشف غتعاودي عاوتاني ديري فوق، وملي غتلقاي غادا عاوتاني في الدار على نفس داك النهار ما خارجاش ما خارجاش، هانتو راه باقي كتفور، الا شفتو هانتو راه باقي كتفور، هادي يعني ان الودعة حقيقيه. المهم غتخليها بحال هكايا عاوتاني، تخليه تنشف عاوتاني، ملي غادي تنشف غتمشي عاوتاني ديك البلاصه غتبقى يدهني ديك البلاصه اللي فيها الحرق. هاد الوصفه اصلا خاصه للبلاصه اللي كتكون محروقه، تقدر تحرق ملي كنتي صغيره، تطخو عليك المطايب في رجليك في يديك في شي بلاصه في وجهك، هاد الوصفه كترجع الجلد، سبحان الله العظيم من عند الله، كترجع الجلد كيف ما كان، ولكن مع المداومه. وكتحطيها في الثلاجه غدليها عاوتاني ملي كتنشف ديريها على الاقل 4-5 مرات في النهار، في النهار ملي تحسي بها نشف دهني، ملي تحسي بها نشفات دهني، فهمتوني؟ نتمنى ان البنات يكونوا فهموا كيفاش الطريقه اللي قلت لهم. وبالنسبه لهذا الكلف اللي كيكون في الوجه حتى هي، والنمش راها حتى هي راها رائعه نفس الطريقه، غير فقط غتغسلي وجهك وبقاي دهني بها، وملي تحسي بها نشفات دهني، ولكن ما تخرجيش للشمس، ومني تبغي تخرجي غسلي وجهك مزيان وديري الكريم سولير ديالك وخرجي. ومني غادي تنشف انا قلت لكم 3-4-5 مرات، 6 مرات، 7 مرات في النهار، تتحسي بها نشفات. ملي بغيتي تنعسي في الليل غسلي وجهك وديري الكريم ديال الليل ديالك ونعسي. السيده اللي عطاتني هذه الوصفه بمجربه، هي جربتها وعطاتها النتيجه في الحرق، وكانت سمعتها من الدكتور كي قلت لكم، الدكتور التازي اللي عطاها للناس في الراديو، عطاها في اذاعه، وعطاها شحال من قناه سمعتها فيه. نتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وتشاركوها مع الحباب الناس اللي كتعرفوهم عندهم اثار حرق، وكاين بعض البنات كيحشموا انهم يبينوها، يبينوا البلاصه اللي محروقه، يديروا هذه الوصفه هذه مع المداومه 3 شهور او الاقل، او الاقل الا درتيها 6-7 مرات في النهار، راها كترجع الجلد، سبحان الله العظيم كترجع الجلد كيف كان، كتحيد ديك القشره وكترجع الجلد كيف كانت. نتمنى ان هذه الطريقه تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش كيف العاده تشتركوا في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وما تنساوناش من التعليقات ولي لايك ومشاركه الفيديو لتعم الفائده، لان الحاجه اللي غادي تفيدكم فقط هي اللي غادي نقدم للناس اللي مجربين. وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.